السيسي يوجه بإعطاء الأولوية القصوى لمعايير الأمان والسلامة بمشروعات السكك الحديدية. قطع طرق رئيسية في بغداد وعدد من المدن العراقية، والحكومة تؤكد العمل للحفاظ على سلمية المظاهرات. دعوات للاحتجاج في العاصمة اللبنانية اليوم، غدا مظاهرات حاشدة في شوارع طرابلس وصيدا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية مع جمانة ماهر. إليك جمانة. شكرا لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدين الكرام. والبداية مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير النقل بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر وتعزيز قدرات هذا القطاع. وفي اجتماع آخر أشاد الرئيس السيسي بالتعاون مع شركة BRL الأمريكية للسكك الحديدية، ووجه بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق كامل الوزير وزير النقل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصة في ضوء تأثيره الحيوي والمباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكونا جوهريا للنهوض بالبنية الأساسية. كما وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في الخدمات المقدمة لركاب هيئة السكك الحديدية، فضلا عن سرعة الانتهاء من تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع المقرر أن يربط ما بين مدينتي العالمين والعين السخنة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد ويليام بيرسون رئيس مجلس إدارة شركة BRL الأمريكية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الشركة. الاجتماع تناول متابعة الاتفاق الذي تم بين وزارة النقل والشركة الأمريكية لتوريد جرارات سكك حديد جديدة، وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر على نحو يحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وقد أشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة BRL، مشيرا سيادته إلى أن الدولة تهدف إلى تطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية. وشدد السيد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية الخاصة لمشروعات السكك الحديدية في ضوء تأثيرها المباشر على ملايين المواطنين، موجها سيادته بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن قطاع الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وفي كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والذي جاء تحت عنوان التصنيع قاطرة التنمية، أكد مدبولي استمرار الحكومة في دعم قطاع الصناعة مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرا لدوره الحيوي، مشيرا إلى أن الحكومة قطعت شوطا طويلا وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود. يعد قطاع الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة،
حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارة الأولوية للحكومة ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، حيث أن تعزيز دور الاستثمار يساعد في دفع هذا النمو جنبا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة بتوفيره ودعمه خاصة من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة الأعمال من خلال 4 ركائز أساسية، وهي التمويل وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمات ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة. وفي ذات السياق أكد ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن الغرض من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي هو إنشاء منصة سنوية مستدامة تجمع الحكومة بمجتمع الأعمال والخبراء ورجال المال والاقتصاد والإعلام. الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة سنوية مستدامة تجمع الحكومة بمجتمع الأعمال بالخبراء برجال المال والاقتصاد بنواب الشعب برجال الإعلام لطرح الرؤى والأفكار وعرض المشكلات والعقبات واستخلاص حلول عملية خلاقة تزيل العوائق من مسيرة التنمية وتدفع بالجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لتنفيذ المشروع الوطني المصري. العراق بدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين. هذا وقطع عدد من المتظاهرين بعض الطرق الرئيسية في مدينة الصدر والطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط. من جانبها أغلقت الشرطة عدة شوارع في بغداد وسط انتشار أمني غير مسبوق لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير. حذر وزير التجارة محمد هاشم العاني من أن استمرار الاحتجاجات في البلاد أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأغذية في ميناء أم قصر المنفذ الرئيسي للعراق، ومنذ الأسبوع الماضي يغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، الأمر الذي أدى إلى توقف العمليات فيه. هذا ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي العراق الذي يعتمد إلى حد كبير على السلع المستوردة. بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع عدد من القادة الأمنيين آخر تطورات حماية المتظاهرين السلميين، وأكد عبد المهدي على ضرورة أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفاظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات، خاصة حماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد. مشاهدينا، ننتقل معكم الآن إلى متابعة مؤتمر صحفي للإعلان عن طرح أسهم من شركة أرامكو السعودية بالبورصة. آمنة ومستدامة، فأرامكو السعودية أنتجت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 1 من كل 8 براميل من النفط الخام عالميا، وقد أنتجت في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ميلادي ما يصل إلى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا. وتتولى أرامكو السعودية إدارة احتياطات المملكة من السوائل التي تزيد بنحو 5 أضعاف احتياطيات الشركات الخمس الكبرى مجتمعة حسب بيانات نهاية العام الماضي، كما أن احتياطيات المكافئ النفطي العائدة للشركة تقدر بنحو 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وفي ظل ما تتسم به أعمال التكرير والكيميائيات في الشركة من تكامل استراتيجي، فإن بوسعنا تأمين الطلب على النفط الخام عن طريق البيع المباشر
لشبكة المصافي المحلية والدولية سواء المملوكة للشركة بالكامل أو التابعة لها. وفي نهاية العام الماضي بلغت طاقة أرامكو السعودية التكريرية الإجمالية 4.9 مليون برميل في اليوم، وبلغت طاقة التكرير الصافية 3.1 مليون برميل في اليوم. ولا شك أن جودة أصولنا وحجمها تعزز التزامنا المستمر بالاستدامة وإنتاج النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية. وبالتوازي مع هذه الجهود تركز مجموعة أعمال أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير على تعزيز تقنيات لا تقتصر على قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات، بل تمتد إلى الحد من الآثار البيئية، خاصة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتواصل المراكز البحثية التابعة للشركة والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم ابتكار حلول وبذل جهود حثيثة في هذا المجال. وتعد قائمة المركز المالي للشركة قوية ومرنة ومتميزة بفضل منهجها الصارم في تخصيص رأس المال وتطبيق الضوابط المالية الدقيقة. وبصفتنا أحد المنتجين الأقل تكلفة في هذه الصناعة، فإننا نحقق مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة مقارنة بالشركات الأخرى. وبينما تتمتع أرامكو السعودية بالحقوق الحصرية طويلة الأجل لاستغلال الموارد الهيدروكربونية الضخمة في المملكة، فإن ثروتها البشرية من الموظفين والموظفات الذين يحققون رسالتها كل يوم هي دون شك أغلى الموارد لدينا وأهمها. إننا نعتز بما حققته الشركة من إنجازات على مدار تاريخها الذي يمتد لنحو 9 عقود، ونشعر بالتفاؤل والطموح لنواصل مسيرتنا مع النمو والتطور. الحضور الكرام، تتمثل مهمة الشركة في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها رغم تقلب أسعار النفط الخام، وذلك بالمحافظة على ريادتها في مجال إنتاج النفط الخام والغاز واستغلال الفرص الإضافية في جميع مراحل سلسلة قيمة الموارد الهيدروكربونية ونمو مجموعة أعمالها بشكل مربح، وهذا ينعكس على منهجنا في توزيع الأرباح. ووفقا لتقدير مجلس إدارتنا، ينوي المجلس الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بمبلغ لا يقل عن 75 مليار دولار للسنة التقويمية 2020 ميلادي، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح خاصة محتملة. كما أن الحكومة ستتنازل متى اقتضت الضرورة عن حقها في استلام توزيعات الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات ابتداء من العام 2020 ميلادي، لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى من التوزيعات ربع السنوية للمساهمين الآخرين. كما أن الشركة ستتخذ من هذا الطرح العام الأولي ركيزة لمواصلة دورها الإيجابي في دعم نمو وتنويع الاقتصاد الوطني للمملكة. وإذ تضع الشركة استراتيجيتها طويلة الأجل نصب عينيها، فإنها لن تدخر جهداً لتقديم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس ممثلاً في حكومة المملكة، وقريباً أيضاً لمساهميها الجدد. وإننا مستبشرون بما يحمله المستقبل من خير كثير وفرص واعدة وأفاق جديدة بإذن الله. وفي الختام أشكركم على مشاركتكم لنا اليوم، ونحن نسطر فصلا جديدا ومهما في تاريخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشأن اللبناني، خرجت تظاهرات حاشدة في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا اللبنانيتين وسط دعوات للتظاهر اليوم في ساحة الشهداء. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الجيش كثفت من انتشارها في محيط التظاهرات، ويأتي هذا بينما أفادت مصادر لبنانية بأن المتظاهرين حذروا من قطع الطرق في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الثلاثاء في حال لم يحدد موعد للاستشارات النيابية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة. أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي أهمية أن يتم تسمية سعد الحريري مجددا لتأليف الحكومة القادمة، وأضاف أن الحريري هو الأقوى سياسيا داخل الطائفة السنية، إلى جانب أن جميع الفرقاء والقوى السياسية في لبنان على اختلاف توجهاتهم لا يمانعون ولا يرون سببا يحول دون عودة الحريري إلى المنصب، خاصة وأنه لم يجهر بعكس ذلك. أما في سوريا، تبدأ اليوم اللجنة الدستورية السورية المصغرة أعمالها في جنيف ولمدة أسبوع، حيث من المقرر أن تقدم في ختام اجتماعاتها تقريرا للجنة الموسعة لمناقشته. وكان أعضاء اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني قد اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة تتألف من 45 شخصا تكون مهمتها إعداد مبادرة دستورية، بينما ستكون مسؤولية الهيئة الأكبر تبنيها. تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية في باريس للتنديد بالعدوان التركي على سوريا ولمطالبة أوروبا بفرض عقوبات ملموسة على أنقرة، كما شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرة احتجاجا على استمرار العدوان التركي على الشمال السوري. شارك في المظاهرات نحو 2000 شخص وفقا لبيانات المنظمين، بينما قدرت الشرطة عددهم ب1000 مشارك. هدد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بأن بلاده ستعيد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، كما وصف سويلو التعامل الأوروبي مع هذه المسألة بالأمر غير المقبول بالنسبة لأنقرة. واعتقلت تركيا بعض أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الفرين في شمال شرقي سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت عدوانا عسكريا هناك. إلى تركيا، حيث ذكرت شبكة يور نيوز أن النظام التركي استغل العدوان على سوريا في سحق المعارضة، وأشارت إلى أن أردوغان شن حملة غير مسبوقة لسحق الآراء المعارضة سواء داخل وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت يور نيوز أن الحملات شملت شخصيات حزبية وسياسية وصحفيين. قررت السلطات التركية تعيين نائب تابع للحزب الحاكم في موقع نائب رئيس بلدية ساري بعد إقالة التركية جيزاوي دومان عضوة حزب الشعوب الديمقراطي في حلقة جديدة من حلقات قمع المعارضة. وتواجه المعارضة التركية التحقيق معها بتهمة
بتهمة الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وعمل دعاية لمنظمة إرهابية، ليرتفع بذلك عدد البلديات التي تم عزل رؤسائها وتعيين أوصياء بالبلاء عنهم بقرار من وزارة الداخلية التركية يرتفع إلى 12 بلدية. قررت الحكومة التركية تعيين 5000 عنصر بجهاز الشرطة رغم تلقيهم تدريبا لمدة 15 يوما فقط، وذلك لسد العجز في أعداد عناصر الأمن بعد عمليات الفصل والاعتقال التي زادت في أعقاب الانقلاب المزعوم. وذكرت وسائل إعلام تركية أن عملية الاختيار تمت بناء على العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم أو وفقا لدرجة تأييد الحكومة بدلا من الأهلية والكفاءة. والآن ننتقل مرة أخرى لمتابعة المؤتمر الصحفي للإعلان عن طرح أسهم من شركة أرامكو السعودية بالبورصة. We will, I mean, it's very similar to what Fatma alluded to in her first question. We really cannot comment on the valuation at this stage. That's the first thing, because we will be breaching all the offering rules and regulations and laws in Saudi. The percentage of investors, international ones versus the domestic ones, is still yet to be determined after we do the roadshow, the book building, and after that, the price range and fixing the price. For the valuation, again, I really cannot comment at, for the valuation at this stage, but I think it doesn't really make a lot of sense to get the valuation numbers from unidentified sources. مشاهدينا، تابعنا جزء من المؤتمر الصحفي للإعلان عن طرح أسهم شركة أرامكو بالبورصة. وبالعودة مرة أخرى إلى أخبارنا، حيث كشف حزب الشعب الجمهورية التركية عن زيادة عدد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في عام 2019 إلى 1,340,000 شخص، بينما كان في عام 2004 نحو 97,500 عاطل. وسبق أن أعلن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل البطالة خلال شهر يوليو الماضي وصل إلى 13.9%. في الجزائر، بدأ مرشح الرئاسة الجزائرية دعوة الناخبين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات وإعطاء الفرصة لسماع برامجهم الانتخابية خلال أيام الدعاية التي ستنطلق في 17 من نوفمبر المقبل. في نوفمبر الحالي هذا، وتستعد لجنة الانتخابات الجزائرية لإرسال التفسير القانوني الذي اعتمدت عليه في قبول ورفض ملفات المرشحين إلى المجلس الدستوري، وذلك بعد أن أعلنت قبول ملفات 5 مرشحين من أصل 23 شخصا قدموا ملفات الترشح لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 من ديسمبر المقبل. أحيا الإماراتيون الذكرى 15 لوفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي رحل عن دنيانا في 2 نوفمبر عام 2004. المزيد عن الراحل في العرض التالي. We'll be right back.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام، ويتزامن الاحتفال مع ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في البلاد. هذا ووجه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الدعوة لجميع المؤسسات برفع علم دولة الإمارات صباح اليوم تعبيرا عن اتحاد ووحدة وسيادة شعب الإمارات. وإلى الشأن المحلي، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق نيران مع قوات الشرطة بأسوان. وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى العثور على أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة بحوزة القتيل الذي يتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية التي اشتهرت بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة. تواصل القنوات والمواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية نشر أكاذيبها بشأن الدولة وأداء قوات الأمن التي تعمل على حماية الوطن والمواطن. يهدف أعلام الإخوان إلى تشويه صورة الدولة واستكمال المخططات الهادفة لعرقلة عجلة التنمية وجهود محاربة الإرهاب. نجاح كبير تحققه الدولة في مواجهة الإرهاب ينعكس في تراجع لمؤشر العمليات الإرهابية في جميع ربوع الوطن، لكن ذلك النجاح لا يروق لمنابر الإخوان الإعلامية، فهي تواصل نشر أكاذيبها بشأن الدولة وأداء قوات الأمن التي تعمل على حماية الوطن والمواطن بهدف تشويه صورتها واستكمال المخططات الهادفة لعرقلة عجلة التنمية وجهود محاربة الإرهاب. وبالاعتماد على مصادر مجهلة يزعم الإعلام الإخواني عمليات قتل وتعذيب لمن سماهم بالأبرياء وهم في الأصل إرهابيون. معلومات مؤكدة من أحد المصادر اللي على تواصل معانا بيقول إن في عملية قتل وإعدام لمجموعة من الأبرياء المختطفين والمختفين قسريا بقالهم عدة شهور، واللي تم تعذيبهم بطريقة مروعة غير آدمية. إعلام يكشف يوما بعد يوم عن وجهه القبيح بدفاعه عن الإرهاب ومحاولة تصويره في ثوب المظلوم رغم عمليات ومخططات إرهابية لاستهداف النقاط الأمنية والمنشآت المدنية والعسكرية وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين الأبرياء. الضابط اللي طلع قتل الخمسة دول، مش في ضباط؟ ما هم ضباط قتلوا الخمسة دول، ضميركم مستريح؟ يعني الضابط اللي بيطلع يقتل ده وهو عارف انه مفيش حاجة، يعني بس بيطلع يقتل، هيقتل المواطن من السادة الضباط زي الضابط احمد مش هيتحاسب، فبالتالي اللي هيضرب مواطن او يمسح بكرامته الارض او يغتصبه او يبتزه او يتحرش وينتهك حرمات نسائه فلن يمسه سوء. مصر التي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم أجمع نجحت بعد حروب شرسة في مواجهة العمليات الإرهابية، وسيبقى إعلام الإرهابية يقلب الحقيقة لباطل والباطل لحقيقة. تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة عملها لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار ضمن المرحلة الأولى. وأعلن صندوق تحيا مصر أن القوافل أجرت الكشف الطبي على نحو 70,000 مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وتم إجراء 7,000 عملية للمياه البيضاء. هذا وتشمل المرحلة الأولى 15 محافظة هي السويس، الإسماعيلية الشرقية، الدقهلية الغربية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، والمنيا، بني سويف، الجيزة، دمياط، بورسعيد، البحر الأحمر وكفر الشيخ. نهاية النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. السيسي يواجه بإعطاء الأولوية القصوى لمعايير الأمان واستلم بمشروعات السكك الحديدية.
قطع طرق رئيسة في بغداد وعدد من المدن العراقية، والحكومة تؤكد العمل للحفاظ على سلمية المظاهرات. دعوات للاحتجاج في العاصمة اللبنانية اليوم، غداة مظاهرات حاشدة في شوارع طرابلس وصيدا. مشاهدينا، وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري actionnews.tv. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.